بسم الآب والآب والروح القدس الآن واحد آمين. كل الشكر والمجد والحمد لربنا يسوع المسيح انه سمح ونيجي في هذا المكان المبارك المقدس لشان ناخد بركة المكان وبركة سيدنا وبركتكم. وبتقدم بخالص الشكر والتقدير لنيافة أنبا مرتيروس لدعوته الكريمة لي عشان ألتقي بحضراتكم، وننتهز هذه الفرصة أيضا نهنيه بعيد الرسامة الأسقفية 23. ربنا يديم حياتكم علينا سيدنا ويديم رئاستكم للكهنوت. سيدنا عالم جليل، أسقف متفتح، أسقف باحث يقدر التعليم وأهمية التعليم، عشان كده سيدنا أنشأ هذا المركز التنويري للدراسات المسيحية والدراسات القبطية عشان يؤكد على العقيدة الأرثوذكسية والإيمان الأرثوذكسي والتاريخ القبطي. ولنا في الموسوعة التي كتبها نيافته لمحات من الحضارة القبطية، يعني نموذج للتعليم القبطي. ربنا يديمك لنا سيدنا، وبشكر حضراتكم انه جيتوا وتسمعوا شخص ضعيف، وكل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة الموضوع اللي بنتكلم فيه الموضوعات مهمة جدا حاليا، تحديات الخدمة الكنسية. التحديات كثيرة جدا، لكن قبل ما نتكلم عن التحديات تعالوا نشوف ايه مفهومنا للخدمة الكنسية وايه معنى الخدمة الكنسية. لو سألت الحاضرين او سألت اي ناس هلاقي اجابات متعددة لمفهوم الخدمة ولماذا نخدم. حد يقول ده عمل من اجل الله، انسان بيبذل جهد امين من اجل الاخرين دون انتظار لمكافأة من اي انسان اخر، انسان بيرد الجميل لربنا وبيرد الجميل للكنيسة عشان كده بيخدم الكنيسة. الخدمة عمل من اجل الله، عطاء للكل، كل ده كلام جميل، لكن احنا بنخدم ليه ولماذا نخدم؟ ده سؤال مهم يجب ان كل خادم يفهم ويعرف لماذا نخدم ولماذا هناك خدمة كنسية. الحقيقة في رأيي انه هدف الاساسي للخدمة الكنسية هو تحقيق إرادة الله في ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. خلاص النفس الإنسانية هو غاية الخدمة الكنسية، زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول لنا نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، وبرضه بيقول صرت لليهود كاليهودي لكي أربح اليهودي، وصرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس رغم أني لست بلا ناموس لكي أربح الذين بلا ناموس، صرت للضعيف كضعيف لكي أربح الضعيف، صرت للكل كل شيء لكي أخلص على كل حال قوما. إذن غاية الخدمة إن احنا نوصل الناس للمسيح، غاية الخدمة إن نبحث عن الضالين البعيدين عن الكنيسة ونرجعهم تاني حظيرة الكنيسة. هو ده الهدف الأساسي من الخدمة، زي ما بيقولنا برضو معلمنا الرسول شجعوا بولس الرسول شجعوا صغار النفوس تأنوا على الجميع. أحيانا الهدف ده بيتوه، هو في وسائل لتحقيق الهدف، أحيانا إحنا بناخد من الوسيلة هدف ويضيع الهدف. يعني إيه؟ يعني قد يتنافس الخدام ولاد مين أفضل من ولاد مين، مين أحسن شمامسة، مين أحسن كورال، مين النهاردة هيقول أحسن وعظة، مين مين هياخدوا الكاس في الأنشطة الكذا وكذا وكذا. هذا ليس هدف الخدمة، دي أنشطة ووسائل عن طريقها نجتاز بالناس، نكلم الناس، نسعى إلى خلاص أنفس الناس. هذا الهدف العام هو خلاص النفوس، احنا ممكن نقسمه إلى ثلاث أهداف فرعية. لو تحققت الأهداف الفرعية تحقق الهدف الأساسي. إيه الهدف الفرعي؟ الهدف الأول الهدف الروحي،
الهدف الثاني هو الهدف الكنسي، الهدف الثالث هو الهدف الاجتماعي. الهدف الروحي يعني ايه؟ يعني الخادم يعمل على تنمية روحانيات المخدومين باستمرار كلا حسب قدرته وطاقته وحسب سنه. أنمي روحانيته ازاي؟ أحرص على انه يروح الكنيسة، يعترف، يتقدم للأسرار، يصوم، يصلي، يقرأ في الكتاب المقدس. نتابع نمو الناس روحيا، الخادم يتابع نمو الناس روحيا باستمرار. الهدف روح. الهدف الثاني الهدف الكنسي، المقصود به انه الانسان المسيحي يكون عارف ايه هو ايماننا، ايه هي عقيدتنا، ايه هو تاريخ كنيستنا، ايه هي الحاننا، ايه هي لغتنا، ايه هم شهدائنا. يبقى عارف الكنيسة علشان يتحقق القول كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. يكون مؤمن راسخ في الإيمان لأنه فاهم وعارف، وعارف عقيدته كويس قوي. الهدف الاجتماعي إن أنا بحاول إيجاد شخصية مسيحية تتفاعل مع المجتمع بإيجابية، إزاي يقدم عليه وكيف يحصل على حقوقه. إنسان إيجابي، إنسان مش منعزل، إنسان مشارك، إنسان سلوكياته تتفق مع الإنجيل. عيشوا كما يحق الإنجيل الإيه؟ المسيح. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب. يبقى فيرون أعمالك الصالحة فإيه؟ فيمجدون أباكم الذي في السماوات. كل واحد فينا بسلوكياته بيبشر بالمسيح أو العكس. تبشير بالمسيح ليس بالكلمة. أنا قدر لي إن أنا أروح البحرين كأستاذ زائر يعني. وأنتوا عارفين الدول العربية ما بتخش أساتذة مسيحيين في العلوم الاجتماعية يعني. فأنا لما رحت سألت ليه يا جماعة أنتوا ما بتاخدوش مسيحيين؟ بعد فترة يعني لما خدنا عليهم. ألا أنتوا بتبشروا؟ قلنا بنبشر إزاي؟ ده أنتوا حتى كتاب مقدس بتاخدوه مننا في المطار. ولا أشبية ولا 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 ولا. لا أنت بتبشر بسلوكك. فحبيت أفهم إزاي طيب؟ قال أنت إنسان أمين. تخش المحاضرة من أولها لآخرها، تشرح ما تهزرش مع حد. تدي كل واحد حق. تعمل كذا وكذا وكذا، فهم فاهمين. فالإنسان بيشهد للمسيح يقول له حقا حقا إنك إنسان مسيح. أشكرك. الثلاث أهداف دول، الثلاث أهداف دول يتلخبطوا مع بعض، أشكركم، يتلخبطوا مع بعض يؤدي لخلاص النفس ولا لأ؟ لما إنسان بينمو روحيا، إنسان عارف كنيسته وعقدته متمسك بيها وما يهزوش جبل، يا جبل ما يهزك ريح، وفي نفس الوقت سلوكه يتفق مع المسيحية، بدأ إنسان نفسه تخلص ولا لأ؟ يبقى ده الهدف من الخدمة الكنسية. ويجب هذا الهدف يكون مفهوما لكل الخدام. مش الهدف انه يجي قداس، مش الهدف انه يمارس نشاط، مش الهدف فقط انه يعترف كل ده كويس، مش الهدف انه يشارك في مسرحية او يشارك في مسابقة، ده كويس بقولش، بس ده وسيلة يا جماعة. حتى لو انا بخدم خدمتي خدمة اجتماعية، بخدم اخوة رب، بخدم مرضى، واخدم واخدم، لازم اشوف موقف هذا الانسان اللي انا بخدمه من الله، من خلاص نفسه، من توبته. يبقى ده الهدف الأساسي من إيه؟ من الخدمة الكنسية. الخدمة الكنسية، أنا ممكن أطول شوية سيدنا ولا؟ الخدمة الكنسية ليها خمس مقومات عشان تبقى خدمة. لو مقوم من المقومات الخمسة اللي أنا هقولهم وقع، الخدمة هتقع. المقوم الأول أنا قلته الهدف، والهدف يجب أن يكون كل خادم فهمه وعرفه وحطه نصب عينيه وما يتوهش عنه الهدف. المقاوم الثاني الخادم، ثالث المخدوم، الرابع البادي بتاع الخدمة أو خطة الخدمة أو محتوى الخدمة وهشرحها، المقاوم الخامس الأساليب التربوية التي يستخدمها الخادم لتوصيل هدف الخدمة من الخادم للمخدوم. خمس مقاومات أساسية. الخادم، الخادم هو عصب الخدمة وهو أساس الخدمة. زي ما يقول قداسة البابا شنودة المتنيح، الخادم هو الدارس بسلوكه
وانه يبقى قدوة للاخرين، يؤثر في الاخرين قبل ما يؤثر بيهم بكلامه وعظته. المتنيح نيافة أنبا يؤنس أسقف الغربية ليه كلمة بيقول فيها أن السيد المسيح تلمس مجموعة صغيرة من التلاميذ، أعطاهم الروح القدس وأطلقهم في العالم، فتنوا العالم بسلوكهم قبل أن يفتنوهم بكلامهم وعظته. فالسلوك قبل الإيه؟ قبل العظة. عشان كده الخادم يجب واحد يختار بعناية، اثنين يعد. بدون الاختيار والإعداد أنا ما عنديش خادم. الاختيار على أساس علمي مش على أي أساس آخر، القرب، المنفعة، ما إلى ذلك من أسباب بنشوفها. لا، الخادم المناسب في المكان المناسب، كل خدمة يناسبها خدام ذو مواصفات معينة. طب تعال نشوف السيد المسيح، مش هو اختار تلاميذه وبيقول الكتاب يقول الروح افرزوا لي شاول وبرنابا؟ تم اختيار التلاميذ. المسيح عمل حاجة غريبة جدا في اختيار تلاميذه. كان من متوقع السيد المسيح يروح فين عشان يختار تلاميذه؟ حيث ناس تصطاد الناس بالكلمة، مش كده؟ طب من المتكلمين؟ من اللي حافظين الكتب؟ الكتبة والفريسيين. ما راحش، درع على الطرقات. ليه متى؟ تعالى. راعى البحيرة. ليه بطرس؟ وقى تعالوا هجعلكم صيدين للناس. ليه؟ لو حللنا الموضوع، السيد المسيح رأى في هؤلاء الناس صفات هي المطلوبة في الوقت ده للخدمة دي. الصيد عايز ايه؟ عايز قوة، قوة تحمل، عايز جلد، عايز صبر، عايز رجاء. اصطادنا الليل كله، سهرنا الليل كله ولم ايه؟ ولم نصطاد شيء. انه هيروح تاني يوم يصطاد، عنده رجاء، مش يفقد رجاءه لو الخادم شاف كده عم بيخدم وبيتعب وما فيش ثمر يسيب الدنيا ويمشي. لا، فاختار تلاميذه لانه عارف دول هيروحوا فين. وزي ما انتوا عارفين تقريبا كل تلاميذ رسل السيد المسيح في النهاية ايه؟ استشهد. السيد المسيح اختار تلاميذه. احنا يجب ان نختار الخدام على اساس علمي، وهناك مقاييس علمية كثيرة. اول اساس علمي نختار عليه انه نختار خادم سوي. خادم ايه؟ سوي نفسيا. نسبة كبيرة من الخدام غير اسوياء نفسيا، يعني ما ده دراسات اجريت يا جماعة، مش كلام. اعمى يقود اعمى ايه؟ كلاهما يقع. ما ينفعش، فعش مريض يخلص نفس مريض. فيجب ان يختار طبقا لمقاييس ومواصفات تتناسب مع طبيعة الخدمة. ربنا بيدعونا كلنا ان احنا نخدم، بس كل واحد يخدم الخدمة اللي ربنا عطيه فيها ايه؟ مواهب. الحاجة التانية الاعداد. ما ينفعش كده تعالى وانت روح بيت خادم. ده الخادم ده هو مغير اجتماعي، مغير روحي، مخلص نفس، مش كده سيد؟ طب ما ينفعش اعده؟ ده انا عشان اعده طبيب بعده في 7 سنين، وبعد كده بيعمل دراسات وبيعمل عشان يتخصص. مدرس 4 سنين. طب خادم مش لازم يتعد؟ ده مسؤول انه يوصل الناس الملكوت، فلازم يتعد. وده معوق وده تحدي. تعال نبص على برامج الإعداد في كنيستنا. لا يوجد عندنا برنامج موحد مقنن على مستوى الكراسة. صحيح في أبروشيات كتير وكنائس كتير بتجتهد وبتعمل برامج لإعداد الخدام، شكرا ليهم وكتر خيرهم. بس تعال نحل نمرة واحد، برامج إعداد الخدام، ما هي المناهج أو المقررات أو البوادر التي تدرس؟ نلاقيها يعني تختلف من مكان لآخر. نمرة اثنين، لأنهم بيركزوا على الجوانب الروحية والدينية، العهد الجديد والعهد القديم، تاريخ الكنيسة، الطقس، العقيدة، كل ده كويس جدا. طب الخادم ازاي يوصل الكلام ده للناس؟
ازاي يفهم الشخصية الانسانية، ازاي يفهم ديناميكية الجماعات، ازاي يفهم المجتمع وبناء القوة فيه وهيخش منين وهيخش لمين الاول. مفيش الجوانب الاجتماعية والنفسية. فيبقى كل درسه ده قد لا يستطيع ان يوصله. دي اول قضية في الاعداد. تاني قضية، مدة الاعداد قد ايه؟ في ناس 6 شهور وناس سنة وناس سنتين وناس اكتر. يجب ان احنا نتفق على ايه؟ نمرة 3، من الذي يقوم بالاعداد؟ مشكلة كبيرة. هل هو مؤهل؟ هل هو متخصص؟ ده حال بنجد شخص او 2 بيدوا كل حاجة. نمرة 4، كيف نقيم من يتخرج ومن لا يتخرج؟ هل نعمل له امتحان شفوي وتحريري ولا نديله خدمة، ولا طالما امضى السنتين او السنة ونص بقى خادم؟ دي اشكالية. يبقى ده فيما يختص بالخادم. المخدوم، من هو المخدوم؟ لو سألت حضراتكم مين المخدوم؟ عرفوا لي المخدوم. صغار والشباب. المخدوم هو سيدي وسيدك. مش انت خدام؟ خدام بتشتغل عند مين؟ عند سيد. فالمخدوم هو السيد. هل احنا بننظر الى المخدوم انه السيد؟ ولا بتفضل عليه بالخدمة بتاعتي؟ واذا كان المخدوم هو السيد، اذا لابد ان افهمه. بص لي بطرف عينه اعرف هو عايز ايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم ادرسه. انا شغال مثلا بخدم تربية كنسية مع مراهقين. هل قريت في المراهقين؟ وعرفت خصائص المراهقين؟ الخصائص الجسمية والانفعالية والعقلية والمعرفية والاجتماعية. هل عرفت مشاكلهم؟ هل عرفت ازاي اتصرف معاهم؟ هل قريت؟ هل فهمت؟ ولا لا؟ لازم افهم المخدوم. طيب المخدوم المشكل، هل حاولت ادرس هو مشكل ليه؟ هل حاولت اعرف بيئته فين؟ وبيعاملوه ازاي؟ وظروفه ايه؟ عشان اخدم اي انسان لازم اعرفه وافهمه عشان اقدم له افضل خدمة ممكن. انا مش هتكلم كتير في يعني كل واحدة دي ممكن تاخد محاضرة مستقلة. البادي بتاع الخدمة، محتوى الخدمة يا جماعة. فلنفرض انا خادم تربية كنسية مع مجموعة من الناس، هشتغل معهم سنة. ما سألتش نفسي ان انا بعد السنة عايز من الناس دي ايه؟ هيبقوا ايه بعد سنة؟ معرفيا، مهاريا، انفعاليا او اتجاهيا. يعني ايه المعارف اللي انا مفروض اديها لهم خلال السنة؟ ايه المهارات السلوكية ده المفروض اكسبها لهم؟ اسف، ايه الاتجاهات اللي انا مفروض اديها لهم؟ يبقى في تصور. طيب الشهر الاول هعمل ايه؟ طب الاسبوع الاول من الشهر الاول هعمل ايه؟ الاسبوع الثاني هبني عليه والتالت هبني عليه عشان اقدر اوصل بعد سنة انه وصلتهم لواحد واثنين وثلاثة. انا بسأل القدام، كل القدام سواء في معهد الرعاية، معهد الدراسات، في الكنائس اللي بروحها، في الكليات الإفريقية، حد فيكم عنده تصور لما بيجي يشتغل في خدمة هيوصل بالناس دي لإيه؟ يقولوا لا. فلازم يبقى في يا جماعة محتوى للخدمة، مش كده ولا إيه؟ ولا أنا بخدم أجي أقول أدي الدرس وأوزع الصورة وأقول الترديمة وسلام. الحاجة الرابعة أو الخامسة، الأساليب التربوية اللي أنا بستخدمها عشان حق هدف الخدمة، اللي هي طريقة تعاملي مع الناس. هي في حاجات علمية كتير حلوة وفي حاجات كويسة بيستخدمها الخدام، بجانبها في أساليب أخرى حديثة زي البدء من بؤرة اهتمام المخدوم وبعدين أوصله لبؤرة اهتمام. أنا أشرح ليه بس لأنه في أساليب كتيرة. البدء من بؤرة اهتمام المخدوم، أسلوب الثواب والعقاب،
اسلوب استخدام السيسيو دراما والسايكو دراما، اسلوب استخدام التعليم الواقعي او العلمي او العملي. اساليب كتير علميه حلوه بتستخدم. يعني اسلوب الباد امبورت، اهتمام المخدوم يعني ايه. مش كل الناس جايه الكنيسه عشان ربنا، مش كل الناس جايه الكنيسه عشان تصلي، في ناس جايه الكنيسه عشان تلعب، ناس جايه الكنيسه عشان تكون علاقات اجتماعيه، في ناس جايه الكنيسه عشان ترضي اهلها. اسباب كتير. لا باس انني ابدا هو جاي ليه، بس يكون سبب مشروع وابتدي بيه، وبشطرت بالتدريج انتهي انا بإلى ايه ما اريده انا. خلاص نفسه. وهقول لكم تجربتي. تجربة حصلت من احد الاباء الكهنة، وحادثة موجودة في الكتاب المقدس. احد الاباء الكهنة المبروكين لقي شوية ولاد مراهقين كل شوية يلعبوا كورة قدام الكنيسة، وبعد لعب الكورة ينتهي بخناقة وضرب وشتيمة وحاجات صعبة خالص. فخرج لهم أبونا، فالعيال المسيحيين وقفوا مع أبونا. ايه يا ولاد بتلعبوا هنا ليه؟ ما أبونا مش لاقيين مكان نلعب واحنا عايزين نلعب. قالوا طب بصوا، في حوش الكنيسة في حتة هنا ممكن ننظفها ونعملها ملعب ونلعب فيها. شكينا أبونا وكتر خيرك، وهتيجوا بكرة، هنيجوا بكرة. جم بكرة لعبوا بعد ما وضبوها، أبونا جاب لهم حاجة ساعة. تاني يوم جايين قبل ما يلعبوا، طب مش نشكر اللي جاب لنا حتة الأرض دي نلعب فيها؟ شاكين يا أبونا كتر. قالوا لا مش أنا اللي جبتها، أمال مين اللي جابها؟ بابا يسوع. طب نشكره إزاي ده؟ نقف نصلي. أبانا الذي، اللي بعديها أبانا الذي وترنيمة، اللي بعديها أبانا الذي وترنيمة وحتة كلمة، وبعديها كده وبعض صاروا خدام في إيه؟ في الكنيسة. يبقى بدأ ببؤرة اهتمامه وانتهى لإيه؟ لبؤرة اهتمام الكنيسة. لا بأس. السيد المسيح عمل كده مع المرأة السامرية. بؤرة اهتمام السيد المسيح خلاص نفسها وأهل مدينتها، مش كده؟ بؤرة اهتمام المرأة تملى مية. ده بتيجي الساعة 12 في عز الظهر عشان هي كلها خطايا، وبالتالي الستات بيقعدوا يتنقوزوا عليها ويتنقوروا عليها ويهزقوها، فبتيجي في عز الأيام الساعة 12 عشان تبقى فاضية عشان محدش يجرحها بكلام. السيد المسيح مشي وقال 12 كيلو هو وتلاميذه، وراح لها في عز الحر وعز القلاية، وبدأ ببؤرة اهتمامها ولا بؤرة اهتمامه؟ اهتمامها هي. اعطيني اشرب. اشرب ايه؟ انت مش عارف انك انت يهودي وانا سامري وعارف اللي بيننا؟ مش عايز تديني؟ طب انا عندي مية اللي يشرب منها ما يعطش ابدا. قالت له صحيح انت لك لا دلو ولا حبل ولا طب اديني، اديني من مية دي عشان ما اروحش واجي تاني. طب هاتي جوزك. مليش بالصدق انا طاقتي، رغم ان كلها سواد، حتة واحدة بس ايه قدرها فيها. وبدأوا يتكلموا بقى سجدوا ما سجدوش لكن في النهاية حصل ايه؟ طلعت تجري في الشارع وتصيح: انسانة قال لي كل ما فعلت. هو انت عملت حاجة كويسة خالص؟ ده كل اللي بتقبليه بلاوي. لكن هي ايه؟ بدأت تفتخر بعد ما اعترفت. وفي النهاية الكتاب بيقول ايه؟ حدث خلاص للمرأة والاهل ايه؟ مدينتها. تصوروا بقى لو خادم زي انا كده من يومين دول وراح للمرأة دي وقال لها توبي لقد اقترب ملكوت السماوات، سيبك من اللي بتعمليه ده والزنا اللي انت فيه، ربنا هيعلقك من عينيكي. كان هيحدث الخلاص؟ ده اسلوب ممكن تستخدمه مع الناس. نخش في الموضوع. التحديات اللي بتواجه الخدمة الكنسية، أنا ممكن التحديات دي أقسمها إلى ثلاث أنواع: تحدي راجع للخادم، تحدي راجع للكنيسة، تحدي راجع للمجتمع. التحدي راجع للخدام اتكلمنا فيه. نمرة واحد: نقص أعداد الخدام، ودي قضية قديمة حديثة وتفضل موجودة إلى الأبد، زي ما الكتاب المقدس قال: الحصاد كثير لكن الفعل إيه؟ قليلون. قليل قوي اللي بيشتغل بقلبه، قليل قوي الخدام بالنسبة لمين؟ بالنسبة لعدد الناس، خصوصا اليومين دول الناس بتعاني من مشاكل وضغوط الحياة ما قدمهاش حل غير الكنيسة تروح عشان ترتاح.
طب مين اللي هيريحها في الكنيسة؟ الخدام. فهل عدد الخدام هذا كافي ليواجه كل هذه المشكلات وكل هذه الأعداد؟ أعتقد لا. المشكلة الأكبر نقص نوعية أو كفاءة الخدام، مش النقص في العدد، ده النقص في الكفاءة زي ما أنا قلت من شوية، ها؟ النقص في الخادم الجيد الذي يستطيع أن يوصل الناس للمسيح، يبحث يثبت المؤمنين ويبحث عن البعيدين. خلي بالكم في حاجة، عندنا مشكلة في الكنيسة، إن إحنا بنكلم الناس الكويسين، إن إحنا بنخدم الناس الحلوين، الناس اللي بيجوا الكنيسة، طب أين البعيدين؟ لو بصيت لمنطقة زي هنا مهماشة، عشان بس ما أخدش مثال للكنيسة، كل كنايس مصر اجتماع الشباب بيحضروا كام؟ 100 200؟ طب في كام شاب مسيحي في المنطقة؟ 1000 2000 10؟ طب أين هؤلاء؟ ليه ما تبقوش في خدمة للبحث عن الدرهم المفقود ده بره الخدمة الاجتماعية، باعتباره أساس خدمة اجتماعية، في حاجة اسمه ستريت سوشيال وركر، أخصائي اجتماعي شارع. فهل ممكن يبقى عندنا خادم شارع؟ نجيب الناس من على هاوي، خادم قهوة، ونجيب الناس من الشوارع لربنا وللكنيسة. طيب هل ممكن يبقى عندنا خادم حوش؟ ما في ناس بتجي الكنيسة كتير ما بتخشش الخدمة ولا القداس وتقف في حوش الكنيسة. طيب ممكن نعمل لهم خادم واشتغل معهم كده، يكون خادم عنده مهارات وخادم روحاني يقدر يجيب الناس دي ولا لا؟ أنا بطرح بس إيه مجموعة من الأفكار. فالنوعية حتى في نقص في النوعية. طب أنا هطرح عليكم حل، بس عايزكم تفكروا فيه وتشوفوا ميزاته وعيوبه، ما ترفضهوش بمجرد ما نقوله. يواجه حتة نقص وكفاءة الخدام، هل ممكن أن يكون هناك خادم مؤجر يعني ياخد مرتب؟ أنا بطرح سؤال بفكر فيه، قد يقبل قد يرفض، قد يكون على اعتراضات، قد يكون على قبول، بس مجرد فكرة خارج الصندوق. دلوقتي أنا ما عنديش خدام، بس عايز أكتسب الخدام، أكتسب عناصر صالحة، فهجيبها بأنه أعينه وأديله مرتب حلو. في الحالة دي هقدر أنتقي وأختار، هقدر أدرب، هقدر أجازي، لأن الخادم عندي أنا، ما أنا كنت مسؤول عن أحد الكنائس، أجي أكلم خادم يتقمص ما يجريش تاني. ده سؤال. في ناس تقول لك لا، ازاي خدمة ربنا؟ انسان يخطي مقابل، مش عايز مقابل يا اخي، خد المقابل حطه في الصندوق. نمرة 2، مش ابونا بياخد مرتب؟ مش في عندنا تجربة الشمامسة المكرسين بياخدوا مرتبات؟ مش معلم الكنيسة امرات بياخد مرتب؟ فكرة تطرح، قد تقبل قد تفرض قد ترفض، لكن نفكر ازاي نحل مشاكلنا. يعني بس بعد إذن حضرتك، وجه المقارنة غير منعقد. فرست أقول بين الكلام بين الأب الكاهن والخادم الأجير، الخادم أنا عشان جاي خادم كأجير الليجل، لا يجوز أنا عشان أخدم واخد أجر الليجل. يعني أوكي أوكي الأب أوكي. الكاهن بعد إذن حضرتك، الأب الكاهن ده سبت لاوي دون في الشريعة، في شريعة موسى، ده فرست أقول سبت لاوي ده له، وكان يعني بياخد من كل الاسباط. فسبت لاوي ومرتب الكنيسه وخدم الكنيسه حاجه، والخادم اللي مثل دي ده لا يجوز باي حال من الاحوال. اشكرك على رايك، انت حر في رايك. انا في البدايه قلت انا هطرح فكره. لا، من حقك تقول رايك، من حقك نسمعك. فكره قد ترفض وقد تقبل، ها، وممكن المتغيرات والظروف قد نضطر إليها أحيانا، لكن عايز أقول إن الفكرة موجودة. شماس مكرس يا سيدي، ما بنديله مرتب،
وخادم. وخلي بالك ابونا خادم هو اللي اديله مرتب. بس الاب الكاهن ست لاوي، انا واجه المقلد غير المنعقد، انا ما قصش عربيه سيت بطياره فانتوم اف 35. معلش هذا رايك يا سيدي ونحترمه، احنا ما قلناش حاجه، ما قلناش حاجه، انت غير مقتنع خلاص. ما انا قلت الفكره هتواجه معارضات وهتواجه، ده شيء طبيعي. اتفضل يا دكتور، بس انا عايز اخلص وبعدين نفتح باب المناقشه، استاذنكم يعني. اتفضل يا دكتور. هو في بعض الاحيان الخدام بيعتبروا شغل الخدمه دي حاجه سبسيدر، يعني حاجه مش اساسيه في حياته، فما بيبقوش مهتمين اهتمام جدي في فعاليه الخدمه. لما يبقى عندي وقت فاضي هنزل الكنيسه، لما يبقى عندي وقت فاضي هعمل خدمتي، لما يبقى عندي وقت، لكن شغلي وحياتي وجامعتي ودراساتي وكل حاجه له الاولويه. له الاولويه، هي دي احد المشاكل. التحدي الثالث انحراف الهدف اللي انا اتكلمت عليه. الخادم بدل ما يبقى نصب اعينه خلاص نفس الانسان، لا انا هتنافس مع زميلي، ها مين اولاده احسن من اولاد مين، مين هياخد الكاس، مين هيعمل كورال احسن. خلاص انحرف الهدف، خلاص ما فيش هدف للخدمة الكنسية. علاقة الخادم بالمخدومين عندما تأخذ، المفروض العلاقة بتبقى علاقة حيادية، علاقة محبة، علاقة احترام، علاقة حيادية. عندما العلاقة دي يعني تنحرف، يبقى في تعلق زائد بين الخادم والمخدومين، مش يقدر يخدمه، مش يقدر يوجهه. والعكس صحيح، لما عندما لا يقبله، او عندما يتحول الخادم الى سلسله من الاوامر وانه موظف وبيصدر اوامر لل قد لا يتقبله، وبالتالي ده قد يشكل عائق في تحقيق هدف الخدمه. تعالوا نشوف التحديات الراجعه للكنيسه واستحملوني، لان انا بقول واقع انا شايفه. عثرات الجو الكنسي، أي إنسان فينا بيخش الكنيسة يتوقع أن يجد مجتمعا مثاليا تسود المحبة والاحترام والتقدير والتماسك، مش كده؟ ده تصورنا عن مجتمع الكنيسة. أحيانا قد نجد غير ذلك، نجد انشقاقات وتحزبات وخلافات، الشمامسة ضد أباء الكهنة، مجلس الكنيسة أحيانا ضد الأباء الكهنة، أباء كهنة ممكن يبقى ضد بعض، ده واخد فريق وده واخد فريق، ها؟ والدنيا والناس شايفة وبتلاحظ وبتعصر وقد تترك الكنيسة. فعصرات الجو الكنسي عندما لا تسود المحبة، أو عندما نرى ناس كثيرين يتكلمون عن المحبة ولا يعرفون شيء عن المحبة في علاقتهم بالآخرين، صعب أوي، صعب أوي ان الانسان يقول شيء ويعز بشيء ويكلم الناس بشيء ويفعل العكس. الناس عندها قوة ملاحظة، والناس بتفهم، والناس بتلاحظ، وبالتالي ده قد يسبب عصرة وقد يؤدي الى تعطيل الهدف من الخدمة يعني. فناخد بالنا من الحاجة التانية مرتبطة بالكنيسة، اتكلمت فيها وشرحتها، نقص برامج إعداد الخدام وعدم كفايته. زي ما قلت، ما عندناش برامج إعداد خدام مقننة معمولة على أساس روحي وعلمي، لا تقيم هذه البرامج، وبالتالي عندنا مشكلة. خد التالتة بقى، سيطرة أو دكتاتورية بعض الخدام. تلاقي في بعض الخدام متحجرين، يرفضون المناقشة، يرفضون مشاركة الآخرين معهم في وضع الخطط بتاعة التربية الكنسية أو خطط الأنشطة، وينفردون بالقرار وبالرأي. البعض يعطل وجود صف تاني، الصف التاني مهم جدا، يبقى عند صف أول، هذا الصف الأول يحرص ان يعد صف تاني ويعد صف تالت عشان يبقى في تواصل في الاجيال. كنيستنا كده،
في كل فترة فيها آباء قديسين وفيها بطريقة عظام وفيها كتابات وفيها تاريخ. سيدنا يمكن في كتابه ملامح من الحضارات القبطية أشار كتير إلى النقط دي، فالمفروض يبقى فيها صف تاني. أنا بشوف في حاجة موجودة في عندنا في أمناء الخدمة، يختار أمين الخدمة لا يترك الخدمة إلا عندما ينتقل إلى السماء، بقى له 40 سنة 50 سنة أمين خدمة. ليه؟ ده رؤساء الجامعات مدتهم 4 سنين قبل التجديد مرة واحدة، عمداء الكليات ووكلاء ورؤساء الأقسام 3 سنين قابلين للتجديد مدة واحدة. طب ليه بقاش في العجلة تدور والدولاب يدور، وده ياخد خبرة وده ياخد خبرة، ده أعطى ما عنده نترك الفرصة للآخر يعطي ما عنده. ليه القدام يعدوا؟ أنا أقول لما بروح أكلم قدام بيقولوا كده، أمين الخدمة بيدينا أوامر، خد درس دي اعمل دي افهم دي، ما بيشاركهمش ما بيشاركناش، ما بتعدوش تتناقشوا، لا هي دي. طبعا ده يعطل الخدمة ويعطل الابتكار ويعطل التجديد ويعطل مواجهة المشكلات المستحدثة اللي احنا بنشوفها في الخدمة. احيانا انا لما بروح الكنيسة بدور على مين؟ على صاحب الكنيسة، هلاقي شخص هو صاحب الكنيسة. احيانا الباب من مفاتيح كل شيء حتى مفاتيح دورة المية معاه. احيانا انا بقول احيانا مش في الكل. فالدكتاتورية دي وعدم المشاركة يعطل الخدمة الكنسية. احيانا بقى مظهرية الخدمة وليس جوهر الخدمة. كان في بعض الخدام يقول لك الكنيسة بتاعتنا خدمت 3000 اخوة رب. جميل. من كم سنة يعني تديهم كام؟ 3 جنيه وخمسة جنيه وسبعة جنيه. شوف باين للناس انه خدم قد ايه؟ 3000. طب فعالية الخدمة ايه؟ انا بدي مثال بس عشان يقرب الموضوع لأذهان حضراتكم. لا، انا بهتم بجوهر الخدمة، فاعلية الخدمة، اثرت الخدمة قد ايه في الناس. انا لما كنت مسؤول عن احد الكنائس كنت بقيم قدام التربية الكنسية على سلوكيات الاولاد والتغير الذي حدث في السلوكيات. كانوا في الحشب يضربوا بعض ويشتموا بعض، قلت ولا ما قلتش؟ كانوا بيقفوا وما بيروحوش الكنيسة، بيروحوا دلوقتي ولا ما بيروحوش؟ ما كانوش بيهتموا بالكنيسة ونظافتها، بقوا يهتموا بالكنيسة ونظافتها ولا لا؟ التغير السلوكي اللي حصل مش مظهر الخدمة. فلما نهتم بالمظهر ونترك الجوهر الخدمة بيبقى فيها مشكلة. تعالوا نشوف بقى التحديات. المصيبة الأكبر تحديات الرجعة للمجتمع اللي بتحمل الخدمة الكنسية عبء زائد على كل الكلام اللي احنا قلناه، بتضيف عبء وأعباء زايدة. التغير الاجتماعي المتسارع، في تغيير اجتماعي بيحصل كل دقيقة كل يوم، تغير في العلاقات، شكل العلاقات، فين علاقة المحبة وعلاقة الاحترام واحترام الكبير للصغير، وانه حد صغير يقعد لكبير في الاوتوبيس واحنا ماشيين في الشارع نستلم شتيمة الناس تبص له كده بس يا ولده، مفيش. فين النهاردة الاب والولاد بعد ما تربوا ابوه رباه يروح يرمى ابوه في الشارع ولا فين ولا فين عشان ياخد الشقة يتجوز فيها؟ فين التعاون اللي كان بيحصل بين الناس؟ فين السؤال على بعض؟ فده التغير ده بيسبب مشكلات. التغير اللي حصل في داخل الأسرة وداخل العلاقات الأسرية، الآباء بيقضوا قد ايه مع الأبناء ساعات، والأسرة مع بعض بتقضي قد ايه مع بعض ساعات، بياكلوا مع بعض ما بياكلوش حتى مع بعض، بيصلوا مع بعض، بيقعدوا يناقشوا امور حياتهم، بيحلوا مشاكلهم بالتفاهم وروح الود، ولا بعد ما نشوف شويه الموبايل والانشغالات و
تغير اجتماعي سريع، وبالتالي الناس عندها مشاكل بتروح بمشاكلها لمين؟ للكنيسة. وفي الأول على رأس مين؟ على رأس الأباء الكهنة اللي بيكح في وش مراته بتروح تشتكي لأبوه. اللي عنده مشكلة رايح الكنيسة، أي نوعية رايح الكنيسة. إذن التغير الاجتماعي خلص خلق مشكلات، ومشكلات جديدة الناس ما قدامهاش غير مين؟ قدامها الكنيسة. حل يا كنيسة. طب مين اللي حل في الكنيسة؟ القداس. طب أنا عندي نقص وعندي نقص في الكفاءة. إذن في المجتمع خلق لنا إيه؟ مشكلات كتير. تحدي النمو المتسارع في المعرفة الإنسانية. بصوا كده في منهج سنة ستة ابتدائي من 10 سنين ودلوقتي، بصوا كده بصيتوا هتلاقوا ده بيدرسوا اللي بيدرسوه في الجامعة أيامنا يعني. ففيه معلومات كثيرة متدفقة سريعة، بعضها صحيح ومعظمها خاطئ، معظمها ضد الله وضد الكنيسة، أفكار إلحادية، إنكار لوجود الله بطريق مباشر وطريق غير مباشر، أفكار ضد الكنيسة الأرثوذكسية وضد العقيدة الأرثوذكسية من جميع الاتجاهات، أفكار انحرافية إباحية ولها إيه؟ جاذبيتها للأسف. طب ده كل ده احنا عاملين نبني ونعلم الناس ونعرفها، ومن ناحية تانية الناس عمالة ايه؟ عمالة تهت. فده يبقى عايز خادم نوعيته ايه بقى؟ عايز خدام يشتغلوا له نهار ولا لا عشان يواجهوا هذه التحديات؟ ها؟ اللي يروح منكم بره، الانسان الاجانب يعني المؤمنين بالمسيح يخافوا يقولوا ان احنا مؤمنين بالمسيح، يخافوا يقولوا انه في ربنا، لا يتهموا بالجنون من زمايله ومن المجتمع. طب مجنون؟ طب يبقى ده الافكار دي بدات توصل لنا. بدات بفعل الميديا والتكنولوجيا الحديثه و في عندنا ناس ملحدين. في ناس ملحدين، في ناس بتدعو للالحاد، بتدعو للالحاد، في ناس بتستقطب البنات والولاد الارثوذكسيين، ها، وفي ناس بتقول لهم المسيح لا كان ارثوذكسي ولا كان ولا كان ولا كان، ويقنعوهم. ده دلوقتي يقول لك لا، ده ما فيش اديان، ده هو دين واحد. اذا احنا في موجة معلومات ومعارف بتلح وموجودة كل يوم، اين الخدمة الكنسية من كل هذا؟ يبقى شوف احنا عايزين ايه؟ عايزين خادم شكله. التحدي الثقافي الحضاري والتكنولوجيا ايضا. شوف الموبايل ماذا فعل بالشعب المصري وماذا فعل بالأسرة المصرية. الموبايل اصبح شيطان موجود داخل الأسرة، اخذ وقت الناس، الناس بتقضي قد ايه وقت قدام الموبايل. زمان كنا بنقول 2-4 ساعات، دلوقتي لو 10 ساعات يبقى يعني كويس. الاب قاعد بيبص والام بتبص والبنت بتبص والواد بيبص وقاعدين مع بعض، بيسموه في علم الاجتماع الاغتراب الاجتماعي، عايشين مع بعض لكنهم مغتربين عن بعض، لا يعرفوا بعض ولا يفهموا بعض ولا بيتكلموا مع بعض، فضلا عن نقل الموضات. العيال اللي عامله لي زعرورة، كان نفسي اعمل زعرورة زيهم بس مفيش نصيب. العيال اللي لابساني بنطلونات مقطعة والبنات والمقطعة مقطعة ايه يا عم؟ وبيقولوا ده المقطع ده اغلى من اللي مش مقطع. العري والملابس الملتصقة و يمكن احنا كنيستنا هنا في يعني مجتمع محافظ، لكن بنشوف كلام صعب في بعض الكنائس الاخرى. تغير حضاري، فعايزين نبقى زيهم. نبقى زيهم في ايه؟ في الغلط. طب احنا عايزين نواجهه، مش كده ولا ايه؟ طب مين هيواجهه؟ الخدمه الكنسيه، ما كل حاجه فوق دماغ مين؟
الكنيسة والخدمة الكنسية، تحدي حضاري. شو بقى التحدي الأكبر؟ التحدي الإعلامي، الإعلام وما يبثه من برامج تؤثر في وجدان وعقلية الإنسان. مين اللي بيربي ولادنا؟ مين اللي بيعلمنا؟ مين اللي بيكسبنا القيم والاتجاهات؟ هتلاقي الأعلام، لأن الأعلام له جاذبيته، مرئي ومسموع ومؤثرات، وبيلعب على الحواس، وبيلعب على الغرائز، وبيلعب على العواطف، وبالتالي لقوة تأثير. لو في ماتش بين كذا وكذا وفي خدمة كنسية، العيال هتروح الماتش ولا هتحضر الخدمة؟ إذا خد الإعلام الناس، خد منها وقت ربنا، وقت ربنا راح، خدوا منها الإعلام بما فيه من سطوة. أحد الخدام قال حان وقت الفزع أمام سطوة وجاذبية الإعلام المضاد، لأنه بيبث أفكار ضد الله وضد الكنيسة وضد المجتمع وضد القيم. يعني احنا كنا بنطالب زمان زي ما في رقيب أخلاقي اللي شالوه يبقى في رقيب اجتماعي بالفيلم، تلاقي البطل مجرم وسارق وبتاع مخدرات وغني ويعيش في رغد من المعيشة وفلل وبيضرب الضباط وآسف البنات والستات حواليه زي ما هو عايز، وفي الآخر 10 دقايق يتقبض عليه أو يتعدم أو يموت. طيب المتفرج خصوصا المراهق تمثل قد إيه من هذا الفيلم؟ ساعة ونص يمجد هذا البطل وعايز يبقى زيه شعوريا ولا شعوريا، وينسى في الآخر أنه اتقبض عليه. أحد العلماء الفرنسيين بتوع التربية بياجي، مش عارف حضرتك سمعت عنه ولا، عمل تجربة عن تأثير الإعلام في التربية أو على نفوس الأطفال. عمل إيه الرجل؟ جاب مجموعتين من الأطفال متشابهين بالضبط في الجوانب الاجتماعية والنفسية والذكاء والسن، يعني ثبت المتغيرات هنا وهنا. المجموعة الأولى فرجها على فيلم، فيه الفيلم ده فيه مجموعة من الأطفال وقدامهم تمثال بابا نويل وكسروه، بيكسروا تمثال بابا نويل. المجموعة الأولى بتتفرج على هذا الفيلم، المجموعة الثانية ما تفرجتش. راح دخل المجموعتين على أوضة زي دي فيها تمثال بابا نويل، إيه اللي حصل؟ العيال اللي اتفرجت على الفيلم دغدغت تمثال بابا نويل، والعيال التانية ما عملتش حاجة. الاستنتاج ايه؟ ان الاعلام والفيلم اثر في نفسيتهم واعطاهم ايحاء انه يعملوا كده فعملوا كده. ده يقول لك ده تأثير الاعلام. فانا اين نحن بقى من هذا التأثير، واين نحن من وسائل الاعلام اللي بتبث هذه الافكار؟ بيعطل الخدمة الكنسية، بيعطل تحدي كبير. طيب ازاي نواجه بقى التحدي؟ اول حاجة احنا عايزين خادم روحي، خادم روحي بمعنى انه بيقدم دور الله في الخدمة، مش انا اللي بشتغل، ده نعمة الله هي اللي بتشتغل معايا. خادم يقبل عمل النعمة، ونجاحه في الخدمة لا يتوقف على شخصه، ولكن يتوقف على مين؟ على عمل الله، وانه يقبل عمل الروح القدس فيه. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، ليس إذنا كفاة من أنفسنا، بل كفايتنا من مين؟ كفايتنا من الله الذي حولنا أو مكننا كفاة أن نكون خدام عهد جديد. إذن الخادم يعرف إن ربنا هو اللي بيسنده، إنه إنسان ضعيف، بس مع النعمة المعطاة لي يقدر يعمل إيه؟ كل حاجة، لأن ربنا بيقول بدوني لا تقدرون أنت أن تفعلوا شيئا. إذن خادم عارف إنه يد الله معه.
ياما اباء قديسين كتير وياما خدام كتير راحوا يخدموا خدمه قدام سلاطين وقدام مجموعات وقدام ناس كتيره وهو رايح لوحده ضعيف كانسان. لكن بنعمه ربنا اللي جواه هو اقوى من كل هؤلاء ويقدر يؤثر ويقدر ايد. الحاجة الثانية، الخادم يجب أن يكون مصلي. الصلاة دائمة من أجل الخدمة ومن أجل المخدومين. ما عشان عمل يقبل عمل النعمة لازم يكون خادم إيه؟ خادم مصلي. ها؟ خادم بيصلي دائما ويطلب معونة ربنا. أنا أعرف خدام كتير زي كده قبل ما يجي يدي الكلمة دي يصلي ربع ساعة ونص ساعة لربنا عشان الله هو اللي يتكلم عليه على فمه مجرد انه رايح يقول كلمة. ايضا الخادم يجب ان يفتح باب الرجاء امام المخدومين. خلاص النفوس، انا بتعاملش مع ناس ابرار، انا بتعامل ناس محتاجين الى ايه؟ الى التوبة. وبالتالي لازم اشجع الناس على التوبة، ان افتح باب الرجاء. ربنا موجود، ربنا فتح ايديه. لا بنخش الكنيسة بنلاقي المسيح المصلوب فتح ايديه لكل واحد وبيقبل كل انسان. ميبقاش خادم بيقفل باب الرجاء امام الناس، لانه للأسف في خدام كتير ما بتشجعش الناس على التوبة، بل بتشيله ايه؟ هم فوق الهم اللي هو موجود فيه. زي ما يقول معلمنا بولس الرسول، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء. فهنا الخادم يجب انه يفتح باب الرجاء قدام الناس، يديهم امل انك شوية شوية كل ما تقوم ايه؟ كل ما توقع ايه؟ قوم وحاول مرة تاني. لكن ما نحبطش الناس ونقوم الايادي المسترخيه والركب المخلعه. الحاجه الثانيه، لازم الانسان يقدر قيمه النفس الانسانيه، قيمه المخدوم. انا قلت من شويه المخدوم هو السيد. ده الانسان له قيمه كبيره في نظر الله، ده اشتراه بدم مش كده؟ ده الله نزل من عرش سمائه الى الارض واتضرب واتلطم واتهان واتجرح واتصلب من أجل مين؟ الإنسان. إذن الإنسان له قيمة. إذن أنا يا خادم اللي بخدمه ده هو ده صورة المسيح، وعايز أوصله للمسيح، ده ليه قيمة، قيمة قيمة كبيرة عند الله. وبالتالي لازم أقبل كل إنسان وأي إنسان مهما كانت ضعفاته، مهما كانت خطاياه، مهما كانت درجة عدم قبوله ليا كخادم. ما احنا كخدام بنخدم وبنشتغل وبنخدم ناس كتير وبنقدم لها خدمات كتير، وفي المقابل هو مش عايز يحبني حتى، مش عايز يتقبلني حتى، انا مش مستني منه ده. فانا لازم اعرف قيمة الانسان، وبالتالي قيمة لما اساعد الانسان ده على خلاص نفسه، يبقى انا وصلت لحاجة كبيرة. ايه؟ كبيرة جدا. لانه السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب افضل من ايه؟ من 99 لا يحتاجون الى ايه؟ الى توبة. الحاجة التانية، الخادم يجب ان يحتمل في الخدمة، الاحتمال في الخدمة. اذا انت عزمت على خدمة هيئ نفسك لايه؟ الشيطان شغلته ايه؟ الشيطان بيفرح بالخدمة الناجحة؟ الشيطان بيفرح بخلاص نفس الانسان؟ ان شاء الله يحاربك. هتلاقي في الخدمة مصاعب ومشاكل، وممكن تلاقيها من أقرب الناس إليك، وتقرب ممكن تلاقيها من زميلك، تلاقيها من رئيسك، تلاقيها من كذا وكذا وكذا. فلازم أحتمل. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل إيه؟ ضعف الضعفاء. الاحتمال في الخدمة، زي ما بولس الرسول بيقول برضو، أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة دادبة بكل تواضع القلب والوداعة وطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة. فالوداعة والاحتمال والتواضع مش هيجي غير لو كان في ايه؟ محبة. خلاص
فالخادم يجب ان يحتمل. انا عنده خدام كانوا يعني اول ما تقابلهم مشكله يسيبوا الخدمه ويمشوا، لما زميله يزعلوا يسيبوا الخدمه ويمشي، لما حاجه يحب يطلبها وما تتلبلوش يسيب الخدمه ويمشي. فين الاحتمال في الخدمه؟ فالخادم يجب ان ايه؟ ان يحتمل. وضعت يدك على المحراس خلاص، ما تبصش ايه؟ ما تبصش وراك. وزي ما بنقول ان الشيطان بنشبهه باسد زائر، ها؟ يلتمس ايه؟ لازم يفترس اي حاجه. فما بالك الخدمه الناجحه؟ ده دليل نجاحك في الخدمه هي المحاربات. لما تلاقي محاربات يبقى خدمتك ايه؟ خدمه ناجحه. فالاحتمال في الخدمه مهم. انكار الذات في الخدمه، ياما خدمات كتير فشلت بسبب ايه؟ الذات والكبرياء، وانا عملت وانا سويت وانا بنيت وانا رحت وانا جيت. انا بقول مقوله: الخادم يجب ان يتوارى خلف الصليب لتظهر اعماله لا ليظهر هو. الخادم يجب ان يتوارى خلف الصليب لتظهر اعماله لا ليظهر هو. مش مهم مين اللي عملها، المهم ان الخدمه ايه؟ تتعمل. اكتر حاجه بتهزم الشيطان انكار الذات، واكتر حاجه بتوقع الانسان في الخطيه هو الايه؟ الكبرياء. انا اللي عملت وانا اللي هعمل، طب استنى شوف الشيطان هيعمل فيك ايه. التعليم الكنسي للخدام، تعليم مهم جدا، زي سيدنا ما بيعمل، زي المعاهد الدينية ما بتعمل، زي كنائس كتير بتعمل. لازم الخادم يعد إعداد صحيح، وبعد ما يتخرج من إعداد الخدام مش نهاية المطاف، ده دي البداية. في حاجة اسمه مبدأ التعليم، مبدأ مستمر لأبد الدهر. عندنا ناس في معهد الدراسات القبطية وصلت 80 سنة وبتاخد ماجستير ودكتوراه وبتدرس. خدام كتير بيخش دراسات وكورسات، وفي نوع علم التعليم، التعليم الرسمي اللي هو يخش في محاضرات وندوات وياخد دبلومة ويخش معاهد، وفي تعليم ذاتي، يقرأ يحضر محاضرات يشوف شرايط يقرأ كتب يعلم نفسه كل يوم. في جديد، في جديد في الجوانب الروحية، وفي جديد في الهرطقات والأفكار الغريبة إزاي يفهمها ويدرسها، وإزاي يدرس الكتاب المقدس ويرد عليها رد كتابي ورد علمي. فالتعليم مهم جدا في الكنيسة. وخلي بالكم الوظيفة الأساسية لأبونا الأسقف هو التعليم، وجزء أساسي من خدمة أبونا الكاهن التعليم، وجزء أساسي من خدمة الخادم العادي هو التعليم. هلك شعبي لعدم الإيه؟ وأعطيكم رعاة حسب قلبي يرعونكم بإيه؟ المعرفة والفهم. والفهم هو القدرة على تطبيق المعرفة. وفي إنجيل معلمنا متى يشبه كاتب متعلم في ملكوت السماوات، من فمه يخرج جددا وعتقاء. بولس الرسول بيقول له تلميذه لاحظ نفسك والتعليم. التعليم ممكن قداسة البابا شنودة لما تظهر حاجة ويظهر خلاف أو حد يطلع كتاب مخالف يقول لك حارب الفكر بالفكر، حارب الفكر الخاطئ بإيه؟ بالتعليم. فالتعليم يعني الخادم يجب أن يكون يحرص على التعليم. صحيح ساعات بعض الخدام بيفهموا حتة مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة خطأ. أنا بعلم زي ألاقي الخدام قاعدين في آخر الكنيسة وسايبين 10 صفوف في الأول فاضيين. يا الواد تعالوا هنا. ده أنت أول واحد تقعد تحت رجلين مين؟ اللي بيعلمك عشان تتعلم. مش دي مقدمين بعضكم بعض في الكرامة. مقدمين بعضكم بعض في الكرامة إنه تنسب العمل اللي أنت بتعمله لأخوك وتنكر ذاتك. تنسبه لربنا وتنكر ذاتك. أنا كده خلصت. لو حضراتكم في أي أسئلة مكتوبة مقروءة
افكار ضد اللي انا قلتها انا بقبل، اراء غير الاراء اللي انا قلتها انا تحت امركم، يعني انا راجل ديمقراطي حتى كده في محاضراتي في معهد الدليل.